خوتي مغاربة، السلام عليكم. اليوم 16 ماي 2022، هذه واحد الأسبوع درت واحد الفيديو على جماعة إيد ضمين قيادة أمسكرود إقليم أكادير. عرفتي شنو تار انتباهي في هذه الجماعة ديال إيد ضمين؟ هي الفقر اللي كيتعيشوا الساكنة ديال هذه الجماعة، والرئيس بغى يخرج سيارة تيغوان، وقيلة المهم سيارة ب 40 مليون، 40 مليون هي تيغوان. وحنا معروفين عندنا في مدينة أكادير كلشي رؤساء الجماعات مخرجين تيغوانات، كلشي زعما تقريبا كاملين. والسيد والي جهة سوس ماسة تبارك الله عليه حتى هو كيرخص لهم، بغيتي التيغوان يلا. الناس ما لاقين حتى الماء ما يشربوا، الناس ما لاقين ما ياكلوا، الناس السوق الأسبوعي كيمشيو في البهايم كيضربوا 6 سوايع و5 سوايع والتكرفيس، والسيد الوالي كيعطيهم هاك التيغوان مع راساتك. اليوم رجعت لهنايا وغادي نشوفوا عاوتاني شي دواور، وغادي نتكلموا مع الساكنه، وغادي تشوفوا الناس المعاناه ديالهم من اجل يبقاو في الحياه، ماشي من اجل الحياه، من اجل يبقاو في الحياه، لان العيش الكريم ما موفرش لهم. وسياده رئيس الجماعه باغا يخرج السياره فاخره ب 40 مليون، قولوا لي واش ماشي انتهازيه؟ واش ماشي الاميه؟ واش ماشي استغلال المنصب ديالو باش هو يتفنطح بالمال العام؟ راه كنقول لي تفنطح، ما كنقولش استغلال المال العام يتفنطح، يعني غياخذ تيغوان. ماشي غير هو، راه كاين الجماعه دي مزار، كاين عدد من الجماعات كلهم الساكنه مكرفصه والرؤساء بالتيغوانات. انا دابا غادي لدوار ديسولين ايت سيحمو، هذا الدوار الاول اللي غادي نزور وغنشوفوا الساكنه نتكلموا معاهم. خرجت من امسكرود وانا في الطريق دابا، ودابا داخل مع البيست وغادي للدوار. كما ديما الطبيعه زوينه بزاف عاد، والحمد لله ديك الامطار الخير اللي كانت طاحت ارغان كل عامر، يعني العام الجاي غادي تكون الزيت والساكنه تاهي غتنفع، ولكن ديما كتبقى قضية أرغان كاينين واحد 3 ولا 4 الشركات اللي كيستحوذوا على كل شيء المنتوج ديال أرغان، والساكنة كيعطيوهم لفتات. أشجار الخروب حتى هما، وزوين هاد المناطق حتى للساكنة ديال مدينة أكادير. كيمكن لكم تجيو تزوروا هاد الدواور، تجلسوا مع الناس، تجيبوا وليداتكم. وواحد القضيه زوينه، انا دابا راني داخل ما محتاجينش 4x4، انا داخل بكليو، يعني سياره عاديه تجيو لهاد الدواور. ما يمكنش نوصف لكم الطيبوبه ديال الساكنه، ناس طيبين، الامن والامان، يعني ما كاينش الواحد باش شي حاجه يخاف منها. يمكن لكم تنعسوا هنايا في الطريق في الليل وما كاينش اللي يدوي معاكم، وراكم في امان في هاد المناطق. لما كنمشي للدواور بحال هكا، اولا لتحسيس المسؤولين على ضروره فك العزله عن القرى والمناطق النائيه، وثانيا يعاونوا هاد الناس باش يخلقوا الثروه من عندهم. عطى الله كيفاش هاد الناس ما يبقوش يمدوا يديهم ولا يعيشوا في الفقر. الدولة دايرة مجهود، هاد الضو كتشوفوا الأسلاك ديال الضو كاينين، يعني الكهرباء كاينة في هاد الدوار. كيمكن لك أي عائلة تهز وليداتها وتجي وتدخلوا لهاد الناس، السلام عليكم طالبين ضيفة الله، وتجيبوا لي قسم الله وتباتوا معاهم وتدو معاهم وليداتي تعرفوا. جيبوا معاكم كتب، جيبوا معاكم مواد غذائية، منها كتعاونوا، منها كتعرفوا، منها واحد الدرس لوليداتنا باش يعرفوا بأن راه ماشي كلشي ساهل، بأن كاين الناس اللي كيعانيو، وليدات كيعانيو في انتظار يفيقوا هاد المسؤولين. واحد القضية وراه غادي غالبا غادي نلقاوها، بأن الشباب ديال هاد الدواور كلهم غادروا وغادي يكونوا مشاو المدينة باش يخدموا، وهما اللي كيصرفوا على عائلاتهم. البنات كيقراو الإعدادي
ومن بعد القرايه كتحبس وكيتسناها سراح البهيم وتولد. انا وصلت للدوار دابا، غادي نجيبوا واحد الدويره، باقي هادشي بدل المكنه ديال الضو. شوف شحال زوين الروعه. ايوا هنا فين الساكنه والناس اجيو تزوروا هذا الفيلاج بحال هكا باقي بالطبيعه ديالو، غتلقى مئات السنين بحال هكا. السلام عليكم، لاباس بخير؟ الله يطول عمركم. السلام عليكم. ياك دابا هنا الحوش، ياك الحوش هنا الجهه الداخل، ايه. والدار ها هي وحده وحده الفوق، الناس ما كاينينش. مشى عند البيع. وزوين هادشي باقي تقليدي، تبارك الله. لالا فاطمه، اني رغاكم تقصر هي تفرخين غير غدوار الدار قرنت. قرنت اللي قرنا قرنت غوم سكروض، ولاني عرفتون تاع الغدرون فدا عرفتون تاع الحديد، عرفتون غير صدر غير صدر الزيد ارضو ارى الغدرون عرفتون صدر يغدا غوش كان تصل داخل الغدرون او ندخ صدر. وكان اني اغلكمت 12 عام ارسو لقرن نغد سافر تحبس انت تغري يا تانا وفاني الخمسة تصرفت سوغا دير اغلكمت سات امسكرود اي امسكرود سوغا دير من امسكرود اقا دير اي انون اغ كرانيا تمريد نغد تراتارو مم كدا سكرم اي راتارو بسيخنا ارت جوار غير ما يدار تدابا تركي حين يغدق في وربي انا اللي ما دختي تا واللحمه دختي تا سين والو ارت جمعت ما كي تا سين الا ما الا ما يموت غير ما صغار وغرس وراك ولي كبير ارت متى ايه غرس لا بدا لانه فوري ماما يوم ربي ارت متى صغار وغرس غير يفاس ارت عدا بنت مساكن عند الدران من شكل نسات من شكل مثلا المكانه من غيد يغرات انت وين السبيطار السبيطار وغادي راه صافتون اي منش مش كل الوقت هو يركز ما يسن ما مش نص ساعه ورس مش نص ساعه تيت كي اي غرس ساعتين 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 وغرس. لالا يجا السلام عليكم. غادي نسولك بالعربيه والاخت غترجم بالشلحه باش الاغلبيه ديال المواطنين في المغرب يفهموا اش كنقولوا. ياك شحال الوليدات عندك؟ منش كنت رواد دار ميلان خمسه. هاد الوليدات عايشين هنايا كبار صغار؟ هما كبار ولا صغار؟ ترواد مقرن يخدم الزين كبار كبار. الخدامين دابا هما في اكادير تيكيوين وهذا باش كيعاونوكم هنا على الحياه؟ نتني لا غير نخدم الغوكادير تيكيوين باش اكون نتعاون غير المعيشه. شنو هي مره خدام مره؟ وهنا في الدوار ما عندهمش ما يخدموا ما يديروا شي حاجه في ميتريال اللي ما دخلوا لي تهنيت مازال. نعم الدري غادي يغدي لك غير في المدرسه انت اللي ما غادي نزلوش عايش سنين داخل قمات كليت سنين داخل بلاص كليت سنين المهم نضر تروان هو انت مي تروان نضرنا غلي كله ولا المدرسه ولا والو الا في لادنا في الصغر صافي نفتو نفرو قال لك الدراري الدراري فاش كيوصلوا على المدرسه كيخرجوا من الدوار يعني من الابتدائي شي كيصيفطوا لاكادير شي كيصيفطوا عند عائلاتهم فين ما كان باش يمشيو يقراو في امسكرود اكادير. يعني اون فوا الدراري كيوصلوا على المدرسه ملي كتفرق مع الوليدات ماشي قاصح ليكم ملي تفرق من الوليدات باقيين صغار وتصيفطوهم يقراو خارج الدوار اغرت نقرم التروان ورفلات ونتشقي واه يلا بنات وراس التصبار صندوق انت الرون كي خفين تسجد دار بنان مور تسنتي شي شاور تسنتي شي زي السي غنقيا مريض هادي ارد نتي اكلي بدا دحسن 6 سنين اغرت فتونا هاد لا غير لا اختي اختي غير كلا دار مريض كيخرجوهم فاش يلاه كتكون عندهم 6 سنين قالت لكم ما تيصبروش عليهم
كتجيهم صعيبة بزاف حيت ما كيعرفوش واش واكلين واش شاربين ياك ما مراض ياك ما والله يحفظك يا لالا. قول لي الا جاب الله شي مرة بغات تولاد وقع لكم شي مرض الله يحفظ شي حاجه شنو كديروا؟ كان انت مغارتي غرات تاروني ختمري نغدي يوقع دارو نكرم ما كتسكرم ريت لي بنا المساكين يسكر التليفونات شوف معو كل الريتو الدري ديال ليا العام د السطح درتي صغير كتغلى الشران ديال امي ما يتتانس السبيطار مسكينه قبل خطا زيك صباحا مسكين التليفون يبو تاهم بلي اش كيدياو هما كي يهضروا كيصوني على شي خطاف ولا شي واحد هادشي لا لقاو الريزو قالت لك بنتها طاحت ليها من السطح مع 10 د الليل وكيقلبوا اللي يديها ليها للسبيطار وما كاينش حتى الصباح اي الجمال ديال الطبيعه مره اخرى شو شحال زوين هادشي رائع وساكنه طيبوبة ديالهم كتشوفوا هاد الشارج اللي كاين هنايا هذا لونزوا والجماعه ديال اكاديه ديال الضمين هما اللي بناوه وقالوا بان غادي يكون شارج اللي غادي يجمع الماء باش الساكنه هنايا يمكن ليها تورد البهيم وليلة عندهم شي زرعه شي حاجه بغاو يديروا ما كلشي داكشي هذاك البلاصه سميتو هذاك محطوطه غير على المردوم محطوطه غير على المردوم غير عمرات العام الاول هودت داك الجهه جا داك المقاولين اللي صوبوا في الاول جا حفروا من التحت ودار ليه شيكالات وبنى ليه واحد الحيط ديال الحجر ودار ليه شي قشيش تاخاشي ديال السيما ولا ما عرفش وعاود ردموا على داك الشيء وهذا العام عامر عاوتاني شي شو راه فين وصل الماء راه مطراسي فين خلاه سميتو ولكن يلا طاح الشتا والله طاح الشتا وكلشي مشى الا يكون بقى داك الماء غيستافدوا فيه الناس كيشربوا الناس هذا الماء كيشربوا الناس وكيشربوا البهيم الا يكون بقى داك الماء بلاتي واحد الحاجه الساكنه هي والبهيم كيشربوا كيشربوا نفس الماء الا تبقى هذا الماء في الصيف الا كاين الصهد كيمشيو حتى يقطعوا الطريق ديال مراكش كاين واحد البيرت ما في داك الدوار الصغير تما فين كيسقيو بالبهيم كيجيبوا 600 لتر ديال الماء في الصباح 600 لتر ديال الماء في العشيه اي بالبهيم هسه 60 لتر 60 لتر 60 لتر بغيت نقول لك 60 لتر ومعاناة يا اخي انا سقيت فيه حتى عييت ودابا كتشرب الى واحد الوقت الى كان الماء كنشربوا هذا الماء الا ما كاينش سميتو كنشربوا هذا الماء واحد شويه ضروا لنا شويه الكلاوي ما كيضروكم هو بنادم مسكين اش غيدير داكشي اللي عطى الله بنادم ما عنده البير ما كاينش الناس شحال تقام دابا هذا المشروع هذا قالوا لنا الاقوال ديالهم 100 مليون جا الرئيس براسو قال لنا كاين 100 مليون قال لك كاينه في يدي قال لك انا اللي غنخلف في هذا الشيء وبلاتي 100 مليون وهذا الشيء مغشوش كامل وهذا الشيء مغشوش السيمه ما فيهاش السيمه باينه وهذاك الساعه اللي كيبني هذاك تدفع الطراف تما محطوط على المردوم ما محطوطش على البلاصه الصحيحه وذاك الساعه اللي جا كيبني لقيت انا كولي واحد نص في الدس واحد شويه كولي واحد نص قال له ودي غيتشق لك ذاك الشيء الحديد محطوط غير على الحجر والطراف ما كاين حتى حاجه قلنا له للرئيس قلنا ودي مساكن واحد الوقيته كيعاون في الخروب وكيعاون باركان وكيعاون شويه ديال اللوز راه كلشي مات كلشي مات ما بقى والو وهذاك الساعه بنادم كاين اللي يجرى عليه غير الجفاف مشى كيخدموا في اكادير اسبوع ولا 15 يوم ولا الا جمع شي حاجه الا ما جمع ما غايجيش داك الشيء اللي كاين كيبقى حتى يصور شي حاجه ويجي لهنا حتى يصور شي حاجه باش يتقضى لولادو يجي لهنا والولاد الا ما صور والو مرته ما تاكل تروح ما ياكل اش غايدير كيصيفط لهم شي حاجه اللي سميتو اللي شي حاجه قليله واش غايدير باش كون حتى الخدمه مستمره ما كايناش غير موقت الحيوانات اللي كاينين هنا في الطبيعه الحيوانات كاينه الحجل كاين الرنب كاين الحلو كاين الديب الديب كنعرفوا حنا الديب اللي كياكل المعاز اللي داير بحال الكلب اللي بحال الكلب ياك مازال كاين هنا كاين باقي كاين بزاف د المناطق ما بقاش فيهم لا كاين هنا باقي غير كيوصل المغرب كتسلط كيغوط في هذا الجبول غادي يكون منظر زوين لا باقي كيغوط هنا الا جينا لهنا غير كيوصل المغرب كيغوط كنسمعهم والقضيه المدرسه حتى القضيه المدرسه تكرفسوا الناس حتى انا نيت عندي ثلاثه ديال الاولاد حطيتهم مع عند الخوادري كيقراو اش غادي الصغار باش يمكن لهم يقراو اش غادي اش غادير البنت الاولى من عنده 6 سنين اش غادي ربيها اش غادير داكشي اللي عطى الله ما عندنا ما ندير داكشي اللي عطى الله الا حنا ما قريناش نخلي ولادنا حتى هما ما يقراوش خصهم يعرفوا بعدا غير شويه ماشي بحال ولكن حتى العائله مجموعه شي حاجه مهمه الا كاين العائله ما كرهناش ما كرهناش تكون عندنا المدرسه ثلاثه د وليداتك عند خوك اش غادير داكشي اللي عطى الله
على ولاده هو. على ولاده واش غايدير؟ واش غايدير؟ مرات مشي للمراه، مرات تبقى هنا، مرات مشي، مرات تبقى هنا. معاناه ياك اخي. اش غادير؟ داك الشيء اللي عطى الله. الله يسهل عليك. امين يا ربي العالمين. كتشوفوا هاد الدوار اللي كاين هنايا. حوالي 16 عائله عايشه هنا بولادهم. ما عندهمش كاع الطريق، هادو مقطعين مع العالم الخارجي. وكاينه الطريق غير باش تمشي بالبهيمه لتما. تصوروا معايا المدرسه، الماء باش يعيشوا، الا مرض عندهم شي واحد كي غيدير. وهاد الدوار راه ابان عن جد. قول لي يا خويا، هادي دابا المطفيه اللي كتشربوا منها، الساكنه كلها ديال الدوار كتشرب من هنا. حل نشوفوا هاد الماء كي داير. على حساب الدراري الصغار باش ما يطيحش شي واحد ولا شي حاجه. ويلي هادشي اللي كتشربوا نتوما؟ لا كاين، لا كاين الشتا. عم عمري طلع فات الناس كيقتصدوا كيشربوا، كيسقيو غير سميتو 100 لتر اللي كيسقيو على حساب. الا ما اقتصدتي اما قلتي راه كتشرب الغيس تما. داكشي اللي هذا الماء اللي كنشرب. والبخوش، والبخوش كلشي فيه داكشي. كنصفيو بشي جرويطه ولا شي حاجه عاد نشربو. كديروا الشرويطه؟ كندير شي شرويطه باش نصفي داكشي عاد نشرب هذا الماء. هذا الماء اللي كيشربوا السكان سونو كيقتصدوا، ما كيسقيو اللي اسميتو كيتفقوا كيسقيو ما سميتو. كيسقيو 100 لتر ولا الا سخون الحال كيزيد 150 لتر على حساب باش. وهذا كتصبنوا به الحوايج و كيديروا كيصبنوا، ولكن غير شي صابون اللي بلاتي الا وصل الوقت الصاهد كيطلب الكوار اللي يشرب يشرب. ودابا كتشربوا والبهايم شنو كيشربوا؟ البهايم كنعمر يوم من هنا ما عندناش شي حل اخر. عاوتاني مره اخرى انتم البهايم بحال بعض المرات الا ما سخونش الحال اسميتو كنمشي حتى نقطع الكودرون ديال مراكش كنشرب البهايم في واحد اسميتو في واحد الواد تما. الا سخون الحال كيشربوا البهايم ولا لا؟ ما قالتش بلا. الاخوات هذه مشيتوا؟ الاخوات البهيمه كنهود حتى نقطع الطريق ديال مراكش. ما عندكمش البير هنا؟ ما عندنا حتى شي بير. كندير الطلبات حتى عينا مازال ما شفنا. قلنا مرحبا. واه شو الماء كيدير؟ شويه واحد شويه عافاك خويا غير هذا الماء اللي كنشربوا. ياه ياه صافي صافي صافي. راه ما يمكنش هذا راه المرض هذا. هو هذا الشيء اللي كنشربوا. واخا تصفي تصفي لان هذا راه الكلاوي عطيهم الضغط. اش من ذاك العام؟ فيكم ناس هنا في الساكنه اللي مرات بالكلاوي؟ لا هذوك الناس الكبار كلشي مات. واحد السيد ولكن واش ماتوا بالكلاوي نيت؟ بالكلاوي مشى لقاو فيه الحجر قد هكا. قال لي انت كبير ما تقدرش على العمليه ومسكين وطاح في نص بيطار وتهرس من هنا صافي جلس تما. لان بهذا الماء هذا ضروري يكون الكلاوي ياكلوا العصا. الله يسهل عليك. انا عندي الولد الصغير دابا كيشرب الماء ديال سميتو. ديت عند الطبيب قال لي الكلاوي ديالو فيه شويه ديال اللوز. قال لي خصك تشري ليه الماء. كنشري ليه الماء. هذا دري صغير. دري صغير يلاه تكون عنده 4 سنين. كنت تعطيو هذا الماء هذا يا صاحبي. اش غدير؟ راه ما يمكنش تشربوا هذا الماء هذا. الماء كنشربوا الماء فيه الدود والطريق ما كاينه والناس ضعف ما كاين باش يعيشوا هنايا. وخصنا مزرعه الطوبيل ديال 40 مليون هنا. راه في هذه البلاد الطوبيل ديال جوج المنين غلط على هذه البلاد. وهذا الرئيس هذا كيفاش جاتكم زعما انت؟ وحنا دابا احنا راه محروقين شحال من عام هذا محروقين على هذا الشيء، على هذا الطريق والماء واسميتها. علاش صوتوا عليه؟ ايوا صوتنا عليه زعما قلنا راه غيخدم راه شحال 23 عام ما دار والو. اش عنده؟ هو راه كيقول لك راه غندير راه غندير هذا الطريق راه تخدم في 2022 راه ما خدمت. صيفطنا ليه وصيف لينا الجواب قال لك نهار 22 2022 راه غتبدا الطريق. يا ولدي الطريق وراه كتشربوا الماء فيه؟ والماء راه كنشرب هذا مازال باقي فيه راه الغيس كتشربوا. قال لك الغيس في فمك. وليداتكم عيالك كامل الوليدات. انا مريض بالكلاوي شحال من عام هذا. دابا راه الا ضربت انا غير شويه على الطريق ما نطلع لي انا برجل لما كان الطوبير ما غاديش نطلع. غادي ندور دابا لدوار املال جماعه الضمين. انا دابا في دوار املال. شوفوا معايا المدرسه فين كيقراو التلاميذ. شو السقف كي داير؟ الماء كيقطر عليهم. هذا الغش في البني. شوفوا عشر رتيله. الصيانة ما كايناش. حشومة.
السلوك ديال الضوء بلاص ما تكون كلشي هادشي مخبي. دابا الماء مع دوك الخيوط ديال الضوء الله يحفظ توقع شي حاجه للتلاميذ، كلشي لوميديتي الشرج مدفعتو تحل الريحه ديال لوميديتي في القسم. شوفوا المراحيض التلاميذ ما كاين بعدا، ولكن الضو ما كاينش والسقف الغش في البني. شو كيدير الدنيا؟ تعرفوا هذا البلاستيك ديالاش اللي كاين فوق هنايا، هذه الدار ديال المعلمه اللي كاينه هنا ودير البلاستيك باش الماء ما يقطرش عليها. حشومه السيده ناعسه، الا طاحت الشتا ولا غير لوبيديتي يقطر عليها كلشي. مازال البلاصه ديال الدوار ما فيهاش بعدا كاع العالم الوطني، يعرف غير شنو بلاد هما. وشوف كي مكتوب هادشي البانو، مسكين عنده شي 20 عام كاع مكرفس، والباب كي داير. هذا بعدا بوحدو كيشكل خطر على التلاميذ. عرفتوا التلاميذ لما كيخرجوا من القرايه هذا هو ملاعب القرب ديالهم. واحد الشجره هذه صابره معهم، غتكون صابره مع الاباء والاجداد كانوا كلشي كيلعب هنا. شوفوا اللعاب ديال الدراري الصغار باش كيلعبوا دانون، هادشي قال لك راه كيديروا به شي العاب ديالهم. والواد الهوايه المفضله عندنا في المغرب هي نجيو حتى الواد ونلوحوا الزبل. شوف كيدير الازبال. خويا عبد الرحيم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انت عضو في الجماعه ديال اضمين. اييه. بعدا هذه واحد الحاجه اللي زوينه ملي كنلقاو عضو شاب في جماعه قرويه. ايوا الحمد لله، بالنسبه للسكينه استجبت معنا في هذه الاستحقاقات اللي فاتوا ونخبونا والحمد لله بدينا كنرفعوا المصالح ديال هاد الدوار اللي ما نسيتش شحال هذه. ولكن بلاتي بغيت نسولك. إيه؟ عندكم رئيس، دابا انت عضو في الجماعة. عندكم رئيس 23 عام وهو رئيس. ياك؟ ما دار والو في عام، في 5 سنين، في 10 سنين، في 15 عام، في 20 عام، كيفاش عاود طلعتوه مرة أخرى؟ ما دار والو، ما دار والو في سنوات. بالنسبة للرئاسة راه الكل كيعرف كيفاش كتتم الرئاسة ديال المجلس الجماعي. وبالنسبة حنا حنا سبعة الناس في المعارضة، سبعة الناس في حزب الاستقلال. سبعة الأعضاء في حزب الاستقلال. ولكن تفاجئنا بداك الشيء اللي كيوقع داخل ديك الجماعة. واش صوتكم كيوصل ولا ما كيوصلش؟ بالنسبة لصوتنا حنا كنترافعوا على الساكنة داخل ديك الجماعة، ولكن بالنسبة للأغلبية مشات مع الرئيس ديال. كيفاش دوزتوا في الجماعة دورة بأن الرئيس غادي يشري سيارة ب 40 مليون والساكنة عايشة الفقرة صح؟ بالنسبة لديك القضية تفاجئنا، حتى حنايا تفاجئنا بديك القضية. بالنسبة لديك بالنسبة للجماعة، بالنسبة لدورة ماي وقع لنا مشكل في ديك الجماعة، حنا عرضنا ديك القضية ولكن دازت علينا لأن عندهم الأغلبية. لأن عندهم الأغلبية، تعطلنا بواحد 5 دقائق، تفاجئنا دوزوا 5 نقاط في الظرف 5 دقائق. لان هذه لا يعقل. كيفاش غدير دابا دوز 5 نقاط في الدار؟ قول عندها 6 نقاط في ديك الدوره ودوزوا 5 نقاط في ظرف 5 دقائق. قول لي كيفاش جماعات اضمين عندها تقريبا 10 المليون ديال الخلصه شهريه للموظفين ديالها، واخا تكون نتوما هما عمالتي زكان؟ داكشي كيقول لك كاينين الاعوان العراضيين، كاينين بزاف فين بان هادشي؟ ما عمرنا حنا شفنا شي حاجه في ديك الجماعه. باش تفحصوا الميزانيات تشوفوا المصاريف تشوفوا الفاتورات. بالنسبه لهنا طلبنا غير واحد القضيه، بالنسبه نتعرفوا على دوك الموظفين. قدمنا ليه طلب عاد نتعرفوا على دوك الموظفين، ولكن ما بغاش، ما لباش لينا الطلب ديال هذيك، لان حنا اللي الموظفين اللي كنشوفو تما تقريبا الا ضربتي حتى هي الله شي 7 الموظفين 8 الى بغيت نسولك حاجه اخرى. كيفاش المصاريف ديال المازوط ديال الماكل ديال شي حوايج شفتهم في الميزانيه ما كيدخلوش للعقل اصاحبي، وانتم في جماعه فقيره بالنسبه الناس كيشربوا الماء بدود. بالنسبه للمازوط كما قلت لك
حنا عرضنا القضيه ديال المازوت فيها 160,000 درهم، قلنا ليه تخصص واحد 4 الملايين ولا 5 الملايين للدعم ديال الجمعيات، لان الجمعيات اللي كيعاوني اللي كيعانيو في هذا الدواور، لان الجمعيات مكرفسين من ناحيه الجامعه وما كتعطيهم حتى قدر، واخا تعطيه. دابا انا صيفطيت طلبات، شحال من طلب عطيت لي، ولكن ديما الجواب كتعطى توفر الاعتماد. بالنسبه لنا عندي واحد الموتور هنايا، صيفط ليه الطلب ديال الطاقه الشمسيه من 2019. بلاتي الموتور اللي كيطلع الماء في البير عندكم هنا في الدوار، هنا في الدوار ايه. هذاك الموتور درتوه في 2019 طلبته، المهم هو ديما بقى امبان، والناس الا دابا الا وقف داك الموتور راه الناس كتبقى الساكنه كتبقى بلا ما لمده سيمانه حتى 10 ايام، لان داك الموتور ديما كيديه ويجيبوه ديه ويجيبوه. طلبنا الطاقه المازوت اللي كتجيبوه المازوت، علاش ما عندكمش الطاقه الشمسيه؟ ما عرفت واش هو انتقام من هاد الدوار ولا ما عرفت، كنصيفط ليه الطلب ديال الطاقه. انتقام من الجماعه كلها، لان كاع الدوار اللي زرتهم كلهم الناس مزعطر عليهم. ايوا هادشي اللي كاين في الجماعه. بالنسبه للطاقه الشمسيه انا ترفعت فيها شحال من مره، من 2019 كنطلبوا كنصيفط ليه الطلب ديال الطاقه الشمسيه، تتوفر الاعتماد فاش خرجوا الاعتمادات راه دار 40 مليون للطوموبيل، 30 مليون لواحد الدوار، يكون عطانا بعدا واحد 10 مليون باش نبيعوا للرغبه للساكنه على حساب ذاك الماء اللي كيشربوا تما، حيت دابا الا وقف لنا ذاك الموتور راه كتبقى الساكنه بلا ما. بغيت نسولك، انتوما عندكم هنا واحد الكاريان ديال الجير ياك؟ اييه. يعني هذا الكاريان ديال الجير هو اللي كيعطي السيما في ميم قرن، اييه، وكيعطي للصحراء. اه. يعني انتوما خصكم تكونوا واحد الدوار اللي بين فيها واحد شويه ديال الرفاهيه بالنسبه للتبنيط، بالنسبه للطرقال، بالنسبه حنا بغينا بعدا واحد شويه ديال الميزانيه من ديك الميزانيه اللي كتعطي للجماعه يعطيها لهاد الدوار، لان التعاضد في الجماعه. وحنا كنهضروا واخا نهضروا تما التنعيه بالنسبه لعنده الاغلبيه، واخا لان اخر مره هضرنا معاه بغينا يلاه دخلنا تلاقينا دوز خمسه النقاط بغينا نهضروا، قال لك اسيدي سيروا للمحاكم ولا سيروا فين ما عجبكم. هادشي باش بغينا هنا براسكم مرفوع، حطوا ملي ما غاديش صيفطنا، حط ليه صيفطنا استقاله جماعيه كاملين. داكشي باش كنفكروا هاد الايام، حنا كتبنا الاستقاله ديال اللجان بعدا، لاننا في ذوك اللجان واخا تهضر تما تعيات كتاب والطلبات ديالك تعيا، ولكن فاش كتحضر في الدوره ما ديك واخا تهضر تما وتقول تعيا، ولكن فاش تدخل الدوره هو عنده الاغلبيه بالنسبه للتصويت. ما هاد الكاريان ديال الجير شنو الانعكاس ديالو على الدوار؟ واش بنا لكم شي طريق بالكودرون؟ واش كاينه شي حاجه؟ واش المهم بالنسبه لي انا المدرسه عندكم صاحبي مكرفسه، المدرسه هي الاخرى. ايوا بالنسبه للمدرسه راه شتي كل شيء بعينيك، راه حاله يرثى لها. بالنسبه للكاريان فاش ذكرتيه، الى جيتي هو فيه المصلحه وفيه الايجابيات وفيه السلبيات. بالنسبه للمصلحه وقت ما بغينا التراكس، بالنسبه لهذا الموتور ديال المازوت دابا هو اللي كيعطينا المازوت، راه كتقام علينا المازوت 2000 درهم دابا في الشهر. اشنا هي 2000 درهم ولا حتى 10000 درهم الكاريان قداشنا هو؟ احنا اليوم ما كنحسدوهمش. لا احنا ما كنحسدوهمش، حيت هو خاص ينعكس شي شويه على السابعين ديال الدوار. اي راه والمشكل اللي بقى فينا هنا هو الجماعه اللي كتستافد الميزانيه مده سنين هذه. شحال كيخلص هذا الكاريان للجماعه؟ عندك شي رقم ولا لا؟ لا ما عنديش شي رقم. واخا ما عنديش حتى شي اجابه على ذاك. خاص يكون انت ترافعوا بزمنهم يعطيوك الرقم شحال باش تعرف شحال كيخلص الكاريان في الدوار ديالكم للجماعه. واخا بالنسبه لديك الجماعه راه كتسير ما عرفتش واش التسير ديالها بوحدها ولا ما عرفت، واخا طلبوا شي وثيقه ولا بغيتي تعرف شي حاجه ما غاديش يوريك. وجماعه قرويه هذه ما كيدوش على واخا طلبت ما تاتعيا. انا اخر دوره جلست مع السيد مدير المصالح و سولته على الطاقه ديال الدوار، بلا راه الناس كيعانيو وقال لك اسيدي كاين المشروع ديال 30 مليون ديال الدوار موجود محطوط، ولكن في اخر دوره فاش حضرنا ليها تفاجئنا باللي الميزانيه فيها 60 مليون 40 مليون مشات للطوموبيل، 30 مليون مشات واحد الدوار، ذوك الدوار كامل مكتوب 40 مليون للطوموبيل انتهازيه ما عرفتش سميتها شفار. احنا ما حسناش في الطوموبيل، ولكن حسدوا ماشي من حقهم، خاص تكون عندنا واحد الميزانيه ديال 700 مليون ولا 800 مليون، حتى الا حيتي ديك 40 مليون ما تبانش في ديك الميزانيه. حنا عندنا الميزانيه يعيشوا بها الساكنه، صح؟ هذاك الشيء اللي بغينا يكون، خاص الطوموبيل عنده كاشكاي جديده باقا جديده يا اخي مشي بموتور شغلو هذاك. الجماعه ماشي عمل، ماشي شي حاجه باش تدخل الفلوس. حنا عارضنا في هذاك الشيء، ولكن ما عندك ما دير ليه، كما قلت لك الاغلبيه تما كيتصرفوا كما بغاو. واش كاين شي جزء منه استغلال الجهل والاميه ديال المواطنين؟ راه يلاه بدا هذا العام فاش دخلوا الشباب لديك الجامعه بدينا بدات السكينه كتستاج مع هذه المعارضه دابا فاش كاين في ديك الجامعه. او خصكم ديروا عليه انتفاضه حضاريه. ايوا داك الشيء خدم ولا نتقلع؟
ايوا داكشي اللي غنديروا هنا ان شاء الله من هنا لقدام. الله يسهل عليكم اخويا. شكرا السيري رضا، تحياتي. شكرا. عمرك؟ سبع. سبع سنين؟ ثمان سنين. ثمان سنين كتقرا مزيان؟ نعم. قول لي عطاك المقدم التليفون قال لك سير صورهم؟ نعم. ايوا قال لك سير قول لنا شنو كاين؟ نعم. ايوا يلا. وكتقرا مزيان بعدا؟ نعم. شحال جبتي في المعدل؟ سبعة. سبعة؟ ايوا تبارك الله. شنو بغيتي تكون ملي تكبر؟ قاضي. قاضي؟ صافي يا ان شاء الله وغتحكم بالعدل ياك؟ نعم. ان شاء الله. الله يعاونك خويا. واحد الملاحظة واحدة أخرى، كتعرفوا هذا واحد الملعب ديال القربة وثاني للأطفال. شوفوا الغرق ديال هنا الله يحفظ اللي طاحت ليه كرة، والهواية المفضلة شوفوا الزبل فيه مليوح. شوفوا الأزبال، كنتسناو يجي الواد ويدي هادشي كامل للبراج. دا محمد إني كوني نغيلا الدوار خاصة كون بزاف المسائل. نكون على الرئيس الجماعة تان إيرا طوموبيل من 40 مليون. نكون على لا ماذا كيبين المسل تاد؟ نكون على لا خصنا غوارس، خصنا غوامان، خصنا غطاقة. عطي اللي غدي فوق الشريج وانو اي تغزاي يمون ديستاقة ولا كاين لاحت. غزنا غير 40 مترو وراك كملنا انو وراك كملنا وبعدا كاين سوق قادوساك وبعدا كاين سبعه ديال قوده ثاني راني قوده سلي دوشان. نكون انا لا غير سالا غير تبي غير لا ونزار دريت ورا زكير ند واسيف عرفتني تحصروا نزاري غير لا عرف انا غير تبي واسيف هاتيها مش كاينه هاتيها طاقات نكوني هانا لا الشركه كدا غيا كان كان المرزود اللي ساد نتالتي بقيت انا ومان ساعتنا ديال ربي تبارك وتعالى باش الشركه تبقيت انا المرزود هاد راد غمان 70 كانوا ادرحل الله يجزاك يكون بخير. هاكوني داروا بزاف المشاكل. دارنا لا لا كريسين ولا اني الرئيس نوني رئيس. نكون لا لا الرئيس نكون الرئيس نكون لا لا ورا نكون راه حنا عرفت انت موبيل غمام بلا تيمقيت ومان غمام بلا غرس من راه كوني موبيل 40 مليون راه نسخن كوني غير تين خمسه دراوش لا لا دي جوارن اضرحل مانيران غمام بلا تيمقيت ومان غرسنا تبين صارنا يلا ونزار كل تيميزار من نزرا سنتلو قدرون نكوني والو دارنا حتى الحق والو. هي لو كنا حقا نتاكو لنا غير المخزن. قال لك ما بغاوش هما ما عندهمش غرض في الطوموبيل ديال 40 مليون وكذا، هما خاصهم الطريق خاصهم الماء خاصهم بزاف ديال الحوايج. انتم كتسمعوا ناس باغيين ابسط 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 شروط العيش الكريم، باغيين غير الماء، باغيين غير الماء، ما بغاوش شي حاجه، ما بغاوش المسرح، ما بغاوش المستشفى، بغاو غير ما يشربوا. عليكم. كاينه شي رساله بغيتي توصلها للمواطنين؟ ايوا سيدي حنا مواطنين المغاربه الحمد لله تحت ليد جلاله الملك لا ينصرو الله ينصرو، ولكن حنا محقورين، حنا محقورين من كل جهه لا من طريق عندنا غير هذا الواد هذا كيخلينا في القريه الا كاينه الشتاء كيخلينا في القريه الا جا الا جبتي شي حاجه تاري فوق منه خصك تدوزها على ظهرك للدوار. وعندنا هنا مستوصف فرملي اللي بغى المراه بغات تولد هنا اش دير؟ المراه الا بغات تولد خصك تقلب على اسميتو على لابيلانس ديك وما ترجعك الا كاع عداتك وتخلص 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 المازوت 150 درهم وتخلص المازوت 150 درهم 200 درهم ياك صافي وتخليك في السبيطار الحسن الثاني وبقيتي تما بقى تما ياك بقى تما مكان اللي مكان اللي عتقك ما كان واحد دابا هنا وقع عليه مرض ضرو سخانه طرات شي حاجه شنو غديروا هنا؟ والو هكتشي اللي قلت لك تقلب على شي خطه في يديك ولا لا بيلانس الا لقيتيها. شحال من كيلومتر بينكم وبين الطريق هنايا؟ ما كاينش بزاف. لا كاينه دابا جوج كيلومتر ونص. جوج كيلومتر من الطريق الوطنيه. جوج كيلومتر ونص للطريق الوطنيه. وعلاش محقور؟ ولاني هاد جوج كيلومتر ونص اكثر من هاد 10 كيلومتر اللي بينا مع مسكرود. اييه. فسميتو في الفعل ديالها. راه ملي كنقول محقورين يعني المسؤولين المنتخبون اللي خصهم يكونوا هما المحامين ديالكم ويجيبوا الطريق ويجيبوا الاعتمادات الماليه من الرباط ومن عند وشركات وهادشي ما كيديروهاش. احيانا خويا علاش صوتوا على رئيس 23 عام ما دار حتى حاجه بغيتوه يدير من بعد؟ احيانا خويا حنا ما كنقلبوا على شي تفضيلات ولا شي حاجه فاش ننتجوا شخصيا. مصلحتكم فين تعيشوا؟ راه بغينا فاش نعيشوا والمصلحه ديال السكان. هادشي اللي كاين ديال السكان راه الناس رحلوا راه دابا راه شي 20 كانوا اللي رحلت خواو الدنيا كانت خواو البلاد ومشات راه شي 20 كانوا
هادشي غير هادشي غير قدرته هادشي غير اما اكثر اكثر من 20 كانوا عندي واحد الطبيعه عندكم شحال زوينه هنا مشروع سياحي شحال يجي زوين استثمارات عموميه استثمارات خاصه هاد الطبيعه هاد الطبيعه اللي كتشوف انت بعينيك قلتي زوينه الا دخل فيها الانسان راه تولي خايبه انا متفق معك ولكن تولي خايبه الا كانوا دفتر التحملات وكانوا شروط وممنوع وها كيفاش وكيفاش شوف غتزيان دوزت هذيك التنميه البشريه طريق وعترف طريق للتشرون وخدم فيها التشرون وداروا الحيط حجره على حجره على التراب وجات الشتاء بدات كل شيء جات الشتاء وبقى هذاك الحيط 40 سنتيم 50 سنتيم فاش عالي باش عالي على الارض حيت الغش راه الغش قلنا لهم قال لهم السيد هذا هو قال لهم حاولوا السيمه قال ليه الكبران واش عندك واحد جوج طن ونص ديال السيمه بغيت نقول ليه شديتوها بلا السيمه حتى خفت انا نخرج شي طريقه اخرى لا لا وسكت وهذا هو المشكل عاوتاني هو بنادم كيخاف وفي الوقت اللي الحقوق ديالكم عندكم راه ما كاينش اللي غادي راه سال هذاك الزمان ديال عندنا الحقوق ديالنا وحنا جيران وخوت ما بغيناش باش نمشيو للعماله ونديروا راه اللي غيمشي للعماله هو رئيس الجماعه واعضاء الجماعه هو المحامين ديالكم راه رئيس الجماعه كيضرب على راسه